طيب حضرتك يعني بتشير إلى أمر هام سطرته كتب التاريخ، وهو دور أبناء المغرب في تلك البلاد بالتحديد من نشر للإسلام، والآن حضرتك حتى تتحدث في إطار العصر الحديث، يعني نشهد واقعة الآن الكل يتحدث عنها، ونحن نعلم مجهودات أهل المغرب العربي بالتحديد في نشر الإسلام في هذه القارة الأوروبية. ماذا تقول أيضا عن هذا الأمر؟ الحمد لله، الإسلام ظهر في شبه الجزيرة العربية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وحمله الصحابة رضي الله عنهم بقلوبهم وصدورهم ونشروه، ليس كما يقال بالسيوف، نشروه بفتح العقول قبل فتح الحصون وبإقبال الشعوب عليها. فجاءنا الإسلام عابرا من بلاد مصر، قلب الإسلام وقلب العروبة، وجاء عن طريق ليبيا وتونس ثم الجزائر، ثم دخل إلى المغرب، فحمله أهل المغرب إلى أوروبا قديما، وكانت الفتوحات المباركة، وقابل أهل الأندلس بالإسلام واستقر الإسلام تقريبا 8 قرون، نشأ فيه جيل من العلماء من القرطبي والإشبيلي والغرناطي وغيرهم والشاطبي، وتلك بلدات لحد الآن تسمى بهذه الأسماء في إسبانيا، وخلدوا تاريخا من ذهب يشهد به كل من جاء إسبانيا اليوم، يعرف أن إسبانيا يعني من أقوى التاريخ ومن أقوى الحضارة التي وطنت في إسبانيا، هي الحضارة الإسلامية العربية الحمد لله التي بقي أثرها لحد اليوم. وعاد المسلمون اليوم، عاد المسلمون كعمال بوسطاء يطلبون يعني رغيف العيش، ولكن سبحان الله يأبى الإسلام إلا أن يكون هو القائد وهو المحرك للمسلمين، فكانت غيرتهم على الإسلام هنا خوفهم على ضياع دينهم ودين أولادهم. أغلبهم تجدهم يعني يجمعون الأموال في المساجد وانتشرون في أوروبا، ليجمعوا الأموال ليبنوا المساجد، ويطلبون الناس ليساعدهم فقط ليقيموا صلواتهم وشعائر دينهم وليحفظوا دين أبنائهم. وهذا ما هو حصل، لو رأيت الصور في ذلك اليوم يوم الهدية ستجد نعم. أطفال شباب، أغلب من كان هم شباب وأطفال الحمد لله، وهذا هو العمل الذي يجب أن ينصب عليه يعني هم المسلمين في بلاد هنا. ولهذا المغرب لما حملوا أهل المشرق حملوا الإسلام إلينا كانت أعظم أمانة وأعظم وديعة، فأخذناها بحقها بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. واليوم